السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة، ولو عملت شير يبقى كتر خيرك يعني وفيك الخير يعني. بنتكلم عن مرتضى منصور، عاوز مش هنتكلم في موضوع مرتضى كتير يعني، لكن اللي حوالين مرتضى الحواشي هنتكلم فيها كتير يعني. الأستاذ محمد رجب وصبحي عبد السلام والكل كليلة يعني، والكابتن جمال عبد الحميد والدلع لكن عايز اتكلم عند مرتضى منصور وجمله قالها. الزمالك دوله، لما كان حد بيطلع يقول الاهلي دوله على غرار الترجي، ترجي يا دوله وشبابك عتاوله، ولا الاهلي دوله وشبابك عتاوله، يطلع مرتضى منصور يقول لك لا، ده كلام الاخوانجي واللي قاعد بره وبيدير الخطيب، مفيش دوله، هو الاهلي والاخوان ودوله جوه الدوله، ولا مفيش غير دوله واحده هي دوله مصر. مرتضى بدا كلامه الزمالك دوله، عندها وزير داخليه وزير خارجيه احمد مرتضى منصور وامير مرتضى منصور، وعادي كل شيء مباح زي ما قلت حضراتكم. اي حاجه الزملكاوي بيقولها فهي طبيعيه، اي حد الاهلاوي بيقولها لا، ده ان لازم نحبسه ونطلع عين اهله ونقول ان هو معادي ميدو يقول لك الزمالك وطن. لما حد يقول لك الاهلي وطن، لا الوطن مين؟ مفيش وطن غير مصر. مرتضى منصور، حد يقول الاهلي دوله، انتوا ايه افتكرت فوق يا خطيب؟ مفيش دوله غير مصر يا خطيب. هو يرجع يقول الزمالك دوله، كل حد بينسوا دايما هم كانوا امبارح يعني. لكن انت كاهلاوي تبقى محاصر من كل ناحيه، اشوف ان ناقصين يرجموك في ميدان عام يعني. الإعلام المصري والتقليل من الأندية المشاركة في كأس العالم وصلت حتى الدرجة كمان بريال مدريد، قال لك النادي الأهلي قادر على الفوز بريال مدريد، وده ما يزعلنيش طبعا يعني. لكن فكرة يقول لك إيه، إن ريال مدريد في الفترة الأخيرة مش في أحسن حالاته، في أسوأ حالاته، ضعيف، فالنادي الأهلي ممكن يوصل. الكلام ده قاله مهيب عبد الهادي. وقبل كده مدحت شلبي يقول لك سياتل ساوندرز الأمريكي ده فرقة على قدها، أنا مش عارف إزاي دخلت كأس العالم للأندية. أي فرقة بتخش كأس العالم للأندية تأكد إنها من أحسن الفرق يا خفيف الظل. فرقة عندها محترفين وعد حد صلاح، فرقة القيمة التسويقية بتاعتها أكبر من نادي، أكبر من أي نادي في إفريقيا، تقول لي أقل من إيه يا جدعان؟ ده إحنا شفنا منتخب أمريكا مع منتخب مصر في 2009 في كأس القارات، شوف عمل معانا إيه. ده احنا شفنا امريكا كاس العالم الاخيره بتعمل وبتلعب وبتادي وبتكمل، وانت خفيف الظل. لا فرقه ضعيفه ما لهاش اي 30 لازمه. كره في امريكا اتطورت يا عم، مش من ايامك انت يعني، كان الرجبي ولا زرق، لكن كره القدم اتطورت. ده احنا يا راجل جايبين من 2014 مدرب منتخب مصر امريكي، بوب برادلي امريكي، يعني عارف يعني ايه لما انا استورد من امريكا مدرب يا مدحت؟ يا معناه ايه ربنا؟ معناه ان هم تطوروا لدرجه ان انا جبت واحد من عندهم احسن من اللي عندي، يعني هو المفهوم كده. فانت تيجي النهارده بعد مرور هذه السنه تقول لك لا، والتاني يقول لك ريال مدريد الاهلي ممكن اتمنى ان الاهلي يكسب، وانا اهلاوي اتمنى الاهلي يكسب، لكن الكلام اللي بيحصل ده بيقلل لك من انجاز النادي الاهلي، يحسسك ان الفرقه ضعيفه، يحسسك ان الاهلي لو خسر من الفرقه دي او من ريال مدريد يبقى كده الاهلي فريق ضعيف والدنيا خربانه والاهلي، والاعلام يبدا يسن سكاكينه عليك يعني. هذا اعلام ايه يا عم؟ في جمله خلال مداخله امير مرتضى منصور على قناه نادي الزمالك قالها جمله غريبه، قال لك احنا قعدنا قعدت من 6 شهور جلسه مع الحاج جمال علام، انا اقول الحاج ربنا يبارك له يعني جمال علام، فبقول له يا استاذ جمال، وقعدت معاه خفضنا المديونيه بتاعت نادي الزمالك 30 مليون جنيه. قال لك قعدنا نظبط ونعمل وبتاع ومش عارف ايه 30 مليون جنيه، 30 مليون ازاي؟ راحوا فين يا امين؟ راحوا فين يا عم جمال؟ اتخفضوا ازاي يا عم جمال؟ ها؟ اتخفضوا ازاي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم يعني بالنسبه لي يعني امير بيقول لك لما رجعنا 30 مليون جنيه مره واحده في اتحاد الكوره كان غلطان في 30 مليون جنيه. السؤال اللي بالنسبه لي اهم، امير بصفته ايه؟ يعني يروح اتحاد الكوره ويقعد مع جمال علام بصفته صاحب العزبه دي ماشي، لكن هو اللي هيورث يعني دي امواله وهو بيتصرف فيها، ده السؤال يعني.
حضرتك مشرف عام على الكوره، ليس لك اي مهام اداريه خاصه بمجلس الاداره، اللي يخاطب واللي يسجل، وزي ما طلع بيقول لك بعت لاتحاد الكوره خطابيا في وعلشان الجدوله وعشان مش عارف ايه من اول فبراير. انت مين؟ صفتك ايه تبعت؟ انت بيقول لك بعت، انت مدير تنفيذ، انت ايه علاقتك؟ انت بتمضي ورقه في نادي الزمالك، مسؤول انت في نادي الزمالك بتخاطب المؤسسات او الهيئات الرياضيه؟ يا جدعان في ايه يا جدعان؟ ما هو ما حدش بيقول حاجه، يبقى اي حاجه تتقال وخلاص. اللي زي محمد رجب بالظبط كده، اي حاجه وبتقال. الحاج محمد رجب اللي يطلع كده بيقول لك ايه، دموع جماهير الزمالك غاليه علينا، ومقدر دموع كل الجماهير الزملكاويه اللي خايفه من رحيل مرتضى منصور عن النادي. الزملكاويه يبكون والحطابين في جبال الهيمالايا يبكون متاثرين وواضعين ايديهم على قلوبهم، خائفين مرتعدين، فصائلهم ترتعد رعبا من رحيل مرتضى منصور، والدموع تنهمر تشكل نهرا من الحزن على. يا جدعان مرتضى وجماهير الزمالك، ده بقول لك جماهير الزمالك بتطالب مرتضى، بتطالب المسؤولين في الدوله يمشيوه، اقسم بالله زي ما انتم شفتوا كده حاطط لكم بوست من 3 ايام بيهاجموا. انت سيبوني، ده بيقول لك لو كان ده في الاهلي كنت سبتوه يخرب النادي كده، ولا هو عشان نادي الزمالك؟ على يعني الزمالك لا 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 طايقه مرتضى ولا طايقه اولاده في النادي، يقول لك اسمها العزب وانت دموع. يا جدعان عكس الواقع، بيقول لك كريم جايب مرتضى وسط 5 6 7 افراد، يقول لك اهو داخل اتحاد الكره الواحد، وانت بتستعملها هرم بتستعملها. والاخ صبحي بيقول لك الخطيب كان بيقعد احتياطي لجمال عبد الحميد في الاهلي، جمال عبد الحميد كان كابتن مصر في كاس العالم اللي الخطيب لم يلعب فيه، في ناس كتير ما لعبتش في كاس العالم، حسن شحاته لعب كاس العالم، يبقى معنى حاسس كده ان جمال عبد الحميد احسن من حسن شحاته. وفتح كتير في الكره المصريه ما لعبوش في كاس العالم، والله ربنا يكون في عونه. وبعدين ايه يا عم ده انت جرات، جمال عبد الحميد نفسه قال الكلام ده مع مهيب قال له انت مين اللي يقعد احتياطي مين؟ ومين اللي يلعبوه علشان الصحافه بتضغط يعني. اي حاجه. للاسف الشديد، للاسف الشديد اللي بيحصل هو تغييب لعقول الناس، تكرار اكذب 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 لحد ما الناس تبدا تصدقك. زي انا بحب جدا الكابتن جمال عبد الحميد والاعلام الزملكاوي زمان. جمال عبد الحميد طبعا هو لاعب قبل ما نشوف وقبل ما نكتشف يعني كان لاعب جيد، انا شايفه احسن لاعب لعب بالراس في تاريخ مصر كلها، ويمكن انا ما شفتش واحد زيه بيلعب كرات غير كريستيانو. طبعا بيطلع بسم الله ما شاء الله، ده بيطلع فين ويوجه راسه فين بقى كريستيانو؟ حد هيقول عليا مجنون بتقارن مين؟ بتكلم كوره، لكن الامور الشخصيه والعقليه نتكلم فيها من هنا للصبح فيما يخص جمال عبد الحميد. يعني اعلام نادي الزمالك ورضا عبد العال والاعلام طالع لي في بعض القنوات المحايده عمال يصور لي فكره ازمه نادي الزمالك على ان الزمالك مظلوم فيه. نادي عليه 70 مليون جنيه مديونيات، نادي ما راحش في الموعد علشان يسجل، نادي رايح في اخر نص ساعه قبل غلق باب القيد، وكل ده الاعلام طالع. ما هو لو كان نادي تاني كانوا عملوا له، لما هو نادي مش ده اسمها لا مؤاخذه يعني عدم عقلانيه وعدم احترام لعقل المشاهد وعدم وبيرثوا مبدا بقى بالمحبه حبه تزيد غلاوه وحبه حبه بالمحبه تزيد غلاوه، يعني ما فيش فيه بقى لا نظام ولا سيستم ولا بتاع. لكن تاني وتالت قلت قبل كده الوجوه اللي زي رضا عبد العال ما احترمنا لشخصه، يعني اللي يطلع يقول لك جماهير الاهلي استفزت جمهور بورسعيد عشان كده قتلوه، ومع ذلك الموضوع موجود ومنتشر في اي مكان في العالم. لو مثل هذه التصريحات ومثل هذه التسريبات ظهرت ما تلاقيش لهذا الشخص مكان في الوسط الرياضي خالص. يعني عشان نفضل نضرب امثله كثيرا بالاتحاد الفرنسي يعني واقالته واللي حصل اقاله رئيس الاتحاد بعد كلمتين ما لهمش مش عيب ولا اساءه. وليد الفراج بيلسع بيلسوع بيلسوع، وليد الفراج بيتكلم، كان عامل مداخله مع سمير عثمان ويقول له ايه رايك في كهربا كابتن مباراه اوكلاند سيتي، كان الفولت عالي وكان بيلسوع. وقبلها كان بيقول لك مع اخوه الصحفيين كهربا يتالق ناس بطولتهم. يعني بالنسبة لسيدات النادي الأهلي طبعا لكرة اليد فازوا على نادي الزمالك، وكان أول أمس النادي الأهلي فاز على نادي الزمالك كرة الطايرة رجال 3-0، يعني كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة يا ابني، مفيش في وشك مكان حد يركن فيه تاني، يعني مفيش مكان للضرب يعني. وبعدين مرتضى منصور يطلع يقول لك أنا رئيس مرتضى منصور نعمل لكم قناة يا أولاد، أنتوا مين؟ أنتوا من إيه ولا بتاع؟ وبعدين أنا مرتضى منصور
اللي جبت بدل ما تهاجمني انا اللي عملت نادي الزمالك تاريخ قاسي ده، كان جبت لك 40 بطوله ولا في الفتره دي 50 بطوله. يعني اللي فهمه ان الواحد ممكن يتلخبط في بطوله، يتلخبط في اتنين، يعني مثلا جبت 40 قلت لك 41 ما بين ال 40 و41 او 42، لكن كله بال10 بطولات كده جبت لك 40 50 بطوله. ما هو مول يا واحد يعد لك هو في 40 ولا في اي حاجه يا جدعان اي حاجه. كان نادي الزمالك كانت عامله تقرير بتهاجم حازم امام، حازم امام ابن الكابتن حازم امام اللي والده الحريه، الحريه امام ده يحيى الحريه امام، تاريخ يعني الولد وابوه وجده من صنعوا من صنعوا تاريخ نادي الزمالك. كان نادي الزمالك مرتضى منصور عايز وضع طبيعي زي ما قلت تاني في الحكمه، اكلته يوم اكل الثور الابيض. اللي يطلع حسن شحاته اهلاوي واللي يطلع فاروق جعفر اهلاوي كان بيجري ورا عربيه حسن الكابتن صالح سليم، مش هيطلع العائله الزملكاويه دي كلها انها عدو نادي الزمالك. عامل تقرير كده على قناه الزمالك، حازم امام عدو نادي الزمالك، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ايضا الاستاذ الاصغر مؤلف قانون الاستاذ مرتضى منصور بيقول لك اتحاد الكره تاني بيكرر السؤال، وانا مش عارف يعني هل هو ما يعرفش معقول يعني. ده انت اصغر مؤلف قانون لك اتحاد الكره بياخد 15% ليه من نسبة عقود اللعيبة؟ وأنا قلنا قبل كده هو محطوط النظام والدولة بتاخد ضرائب على عقود اللعيبة، يعني بيقول لك 3% من قيمة عقود اللعيبة والمدربين والفنيين سواء مصريين أو أجانب في أي لعبة، في أي لعبة 3% إيه في حالة إن يكون قيمة العقد أقل من 1,000,000 جنيه، 4.5% لو كان العقد أكتر من 1,000,000 ل 2,000,000 جنيه، 6% من 2 مليون ل 3، 7.5% من 3 ل 5، 9% من 5 مليون ل 10، 10% اكتر من 10 مليون جنيه الى جانب رسوم اخرى. اتحاد الكره بياخد جزء بسيط بياخد 3%، انما الباقي ده بيروح ضرائب. مرتضى منصور يقول لك بتاخده 15%، يا جدع راجع يا حجنا، ده انت اصغر مؤلف قانون شوف الدنيا فيها ايه واظبط الحكايه والروايه. يعني نتمنى ان الناس يعني تحترم عقول المشاهد يعني، لكن زي ما قلت لحضراتكم كله. وبعدين يقول لك طب فين يا جمال يا رجل، ايه الفاتي وايه الحكايه والروايه؟ في النهايه ربنا يهدينا جميعا، والمولد ده وتاني وتالت وعاشر يا جماهير نادي الزمالك، مفيش لاعب هيتأيد، القصه منتهيه، مفيش لاعب هيتأيد. مرتضى وابنه يقول لك هنقف النشاط الرياضي، نفس الفكر، علشان نرجع فيريرا تاني ويحصل ازمات ما بين فيريرا والاخ مش عارف تاني والاخ اسامه نبيه تاني، وربنا يسترها عليك يا زمالك. عارف يا عم الحاج على راي واحد بيقول لك الزمالك والمسؤولين سواء اتحاد كوره او وزير الشباب والرياضه، وتحديدا وزير الشباب والرياضه لو سابوه ها ممكن ما يبقاش له يندثر. يعني هو بيدوله دلوقتي بعض الحقن زي حقن البوتوكس بيجملوا فيها النادي، يعني لو شالوا ايديهم عنه ربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك. يعني شكرا على حسن متابعه حضراتكم، وان شاء الله باذن الله النهارده الساعه 7 بتوقيت القاهره نكون مع بعض في التعليق على مباراه النادي الاهلي وسياتل ساوندرز الامريكي. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.